المغنية الإيرلندية المعروفة سينيد أوكونور بعد تنقى الإسلام وارتداءها الحجاب تنشر فيديو لها عبر حسابها تقول أتدور جوعا وغير قادرة على شراء الطعام. تابعوا معنا التفاصيل. أثارت المغنية الإيرلندية سينيد أوكونور الجدل كثيرا خلال مسيرتها الفنية بسبب إعلان مثاليتها في بداية شهرتها ومعاناتها مع المرض النفسي وأخيرا تحولها للإسلام ثم ارتداء الحجاب. ونشرت أوكونور تغريدة مقلقة على موقع تويتر تتوسل فيها لمعجبيها بعد معاناتها من الجوع، مشيرة إلى أن إصابتها برهاب الخلاء منعها من شراء الطعام. وبعد هذه التغريدة المقلقة نشرت أوكونور منشورا آخر لتطمئن المعجبين والمتابعين بأن كل شيء أصبح على ما يرام وإنها وجدت خدمة توصيل الوجبات. حيث قامت المغنية بتوثيق معاناتها النفسية والعقلية لسنوات، وغالبا ما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لعرض مشاكلها، كما تحدثت مؤخرا عن المشاكل التي تواجهها في الإغلاق حيث تعيش في منطقة نائية في أيرلندا ولا يوجد بها مكان لتوصيل الطعام للمنازل. وقد كتبت أوكونور: لقد كنت أعيش سرا مع حالة شلل جسدي مرتبطة بالصدمات ومع تدني حاد في تقدير الذات على مدار السنوات القليلة الماضية، وفي الفترة الأخيرة لم أتناول الطعام مؤخرا، وذلك بسبب هذه الحالة بدأت تشعر برهاب الأماكن المكشوفة لدرجة أنها لم تستطيع الذهاب إلى المتاجر ولا يوجد مكان لتوصيل الطلبات الخارجية. وأكدت لاحقا لمتابعيها أنها بخير بعد أن أثارت القلق بشأن حالتها ووضعها الصحي. وفي الشهر الماضي ظهرت المغنية في أحد البرامج الشهيرة وتحدثت عن قرارها بالحصول على تدريب لتصبح مساعدة رعاية صحية، وأكدت أن عملها كمساعدة رعاية صحية كان شيئا تريد القيام به منذ أن كانت طفلة. كانت قد أعلنت في 2007 أنها شخصت بمرض اضطراب ذي اتجاهين وأنها حاولت الانتحار، وبالفعل حاولت الانتحار في عيد ميلادها 33، ثم ذكرت أنها تلقت ثلاثة آراء تقول أنها ليست مصابة بالمرض. وفي أكتوبر 2018 أعلنت أوكونور بأنها اعتنقت الإسلام ونشرت صورة عبر حسابها على تويتر وهي ترتدي الحجاب، كما قامت بإعادة نشر فيديو لها وهي تحاول أن تقوم بتأدية الأذان.